مين فينا ما يفتكرش فيلم على باب الوزير للزعيم عادل إمام، يعني اللي كان من أحد أهم أعماله الفنية. فاكرين شلة أصحابه خميس ودنداني وعزوز، اللي يعني معاهم كمان فيها هاني الصاحب الثالث، اللي كانت الشلة دايما بيتكلموا عليه، مرة ياخدوا عربيته بالعافية ومرة هدومه، وعلشان يرتاح منهم بلغ عنهم وقال في بلاغه دي العصابة بقى اللي سرقت الدكان. اللي جسد شخصية هاني هو الفنان قيس عبد الفتاح، اللي ليه أعمال كتيرة جدا كلها بصراحة يعني ليه بصمة حقيقية فيها، وجمعه في هذه الأعمال نجوم الزمن الجميل. كان يعني بتجمع ما بين قيس عبد الفتاح الفنان الجميل وأعماله الفنية، سواء كانت الدرامية أو غيرها من الأعمال، زي الفنان عبد الحليم حافظ اللي اشترك معاه في فيلم أبي فوق الشجرة، وكمان كان معاه سعاد حسني في فيلم خلي بالك من زوزو. زميلتنا بسنت الحسيني يعني دايما بتتميز بالحوارات الفنية اللي بتكون يعني مبدعة في إجرائها، فعملت لنا حوار مع قيس عبد الفتاح، حوار بقى استرجاع الذكريات الفنية في السينما المصرية مع عمالقة النجوم أو عملاق من عمالقة النجوم المصريين. تعالوا نتابع هذا اللقاء. فاكرين سامي فأبي فوق الشجرة صاحب العندليب؟ طبعا دور سامي صديق حليم وكانت أختي ميرفت أمين. جميل جميل. طب فاكرين بقى خلي بالك من زوزو؟ سعاد حسني، وما أدراكي سعاد حسني. كل الشخصيات دي مع الفنان الكبير قيس عبد الفتاح. أهلا بيكم مشاهدينا في صباح الخير يا مصر. لما تيجي تفكر في الشاب الأرستقراطي أو الشاب الجان أو الشاب الجميل ابن العيلة الكويسة، أكيد هتفكر في ضيفنا النهاردة. منورنا في صباح الخير يا مصر الفنان الكبير قيس عبد الفتاح. أهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا أهلا بحضرتك وكل الناس. يعني في البداية أول ما اتكلمنا قبل الهوا كنت بقولك قيس ولا قيس؟ أنت عارفة أنا سميت قيس إزاي؟ أنا علاقتي بالفن من قبل ما تولد. هتستغربي، أنا مواليد الأربعينات، فأنت عارفة اتولدت في مستشفى فؤاد الأول، وكانت المرأة بعد عملية الولادة كان والدي مسافر السربون في فرنسا، فأنت عارفة كان أيامها كلهم إنجليز، فبعد المرأة بعد عملية الولادة بتبقى في مجهود واحد على مليون من الثانية، فقالوا لها نسميه إيه؟ قالت لهم قيس، ونامت. قامت فقالت أنتوا سميتوه إيه؟ فأنا اللي سماني الساب كونشس بتاعها. ليه؟ كان أيامها في مذياع راديو، فكان الأستاذ أحمد علام بيعمل مجنون ليلة في الإذاعة، والأستاذ أحمد علام اللي هو عمل الباشا في فيلم رد قلب للناس اللي ما تعرفوش كان صوته جميل، ومن هنا أنا سميت قيس. فنان كبير قوي حضرتك، يعني في الحقيقة بنفتكر الأفلام الجميلة اللي يعني أبدعت فيها ومثلت فيها أدوار خلت المصريين يرتبطوا أو يحبوا دور الشاب الأرستقراطي بسببك. فخليني أكلم معاك عن مشوارك الأول ونبتدي بفيلم على باب الوزير. احكي لنا عن كواليس الفيلم ده. فيلم باب الوزير ده يعني حضرتك جبتي نقطة في تاريخ مصر من ناحية الفن. مش حكاية الفيلم ده البطل بتاعه الموضوع، ما اقدرش اقول البطل فلان او البطل فلان، لانه بيحكي ايه؟ ابن الناس، المحضر، السباك، موضوع صفية العمري، لا 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 لا، الجزار. فيلم عايش لغايه النهارده، وهو ده جمال الفن. هو الفن ايه يا استاذه؟ الفن هو محاكاه الطبيعه بطريقه شيك. بتاخدي جمله من الشارع تتصنفر وتتحط على خشبه المسرح او قدام المايك او قدام الكاميرا. فالنهارده يكون هذا الفيلم لغايه ده، وده في الثمانينات، أنا شابوه لكل واحد كان حط لبنة في هذا الفيلم، لأنه جميل. يعني أنا مش حكاية أنا مثلت فيه، لأ، ده شرف ليا أن أنا اشتركت في هذا. طب احكي لنا عن كواليس بقى، لو أنت فاكر أي حاجة منها، مع الزعيم عادل إمام ومع يعني أحمد راتب، ويعني أكيد في حاجات كده احنا ما نعرفهاش. والله سعيد صالح طبعا. لا، عايز أقول لحضرتك يعني مثلا سنة 70 مسرحية مدرسة المشاغبين، فكان في مشهد عادل إمام أحمد زكي الله يرحمه بيروح يشرب الشوربة، بقول له عامل زي قيس وليلى، قال له لا ده غير اسمه، اسمه عبد الفتاح وليلى. ليه؟ لأن أنا قيس عبد الفتاح. فأنا بعرف عادل من زمان، من قبل بتاع. فلما التقينا في باب الوزير الجمال فيه كان فيه تكوينات، يعني الفيلم معمول بدراسة، وكان محمد عبد العزيز المخرج برفع له القبعة طبعا، لأنه لوسي
لوسي الراقصه ما عملت دور في الفيلم بوسي. لوسي كانت هايله. ساندي دور ساندي لغايه النهارده الناس فاكراها واستمرت بعد كده كممثله. ده شيء برضو يتحسب. لان انا عايز اقول لحضرتك هو الفن ايه؟ ان انت اما بتجيب نجوم النهارده لوسي الراقصه دي عملت ادوار في السينما بعد كده شابوه. انا بديجي مثلا كراقصه لان راقصات مصر كلهم صادف يا استاذه انا اشتغلت معاهم حاجه تحيه كاريوكا فيفي عبده لا انسى. وانا اقول لك بقى فيفي عبده كنا بنعمل فيلم السلم الخلفي وكان السلم الخلفي كان معايا فيه طبعا نور الشريف وميرفت امين وبتاع. بقول لك مثلا فيفي عبده كانت قصه مغموره وكنا بنصور في شارع محمود عزمي في الزمالك فكان معايا غسان مطر فعزمتني انا وغسان مطر. الست دي كانت جدعه وهي كانت لسه بادئه في حياتها. عشان كده دايما يا استاذه اقول لك لما نيجي نحكم على حد نحكم عليه من البدايه. يعني لما اجي بقول مثلا نور الشريف محمد جابر زميل العمر كان دفعتي في المعهد وحاجات كده وبتاع الفن لاحترامه. فانت النهارده لما تساليني فيلم على باب الوزير شوفي عادل امام دوره في باب الوزير انا بقول هذا الدور يعدي ادوار كتيره بعد كده. ليه؟ لانه فيلم بيخدم الموضوع. هو ده جمال الفن. أكيد. هو ده الفن يعني. بعد الفيلم الكبير ده حققت انت نجاح كبير فيه وترشحت بعدها لحتى لا يطير الدخان. لكن في حاجه حصلت. ايه اللي حصل بعدها؟ ما هو بقى اللي حصل بعد ما عملت الفيلم ده فجالي احمد يحيى البيت وراني حتى لا يطير الدخان بقراه فلقيت البطل الولد ابن الناس وعادل امام وسهير رمزي. فساعتها لا انكر على حضرتك قلت طيب طالما ان انتوا هتحطوني في القالب ده فطلبت مبلغ 25000 جنيه كان اياميها يجيبوا خمس عربيات على الزيرو. انا طلبت ليه المبلغ ده تعجيزي؟ عشان خاطر انتوا هتحطوني في كده؟ لا انا راجل ممثل دخلت معهد التمثيل اتخرجت اعمل ادوار كتيره. فطالما ان انتوا عايزين تحطوني في القالب ده طلبت كده. حتى احمد يحيى قال لي سعيد صالح هو اللي رفض الاستاذ اللي رفض. انا مش رفضت انا احترمت نفسي جدا وما زلت لغايه اللحظه دي وانا بكلم حضرتك لا ارفع سماعه تليفوني اكلم حد عشان الشغل. اللي عايزني يطلبني. في وجهه نظر حضرتك ليه المخرجين كانوا يمكن بيحصروك في ادوار الشاب الارستقراطي ابن الناس الجان؟ انا راجل درست التمثيل ودرسته بكل يعني بكل ابعاده. طب دور ايه كان نفسك تعمله قوي؟ عارفه الدور اللي نفسي اعمله امشي في شوارع القاهره وببص على وجوه الناس ومن كل وجه بيطلع بحدوتة وفي الآخر بيبص لربنا. أنا طبعا افتقدت عارفة مين؟ أستاذ سيد بدير. 25 سنة أستاذة بعمل معاه برنامج ما يعجبنيش في الإذاعة وعمل لي فيلم وعمل لي مسرحية ما زالت تدرس عائلة سعيدة جدا. مسرحية عائلة سعيدة جدا مجرد أقولك على حاجة هذا العبقري الأستاذ سيد بدير عمل ازاي دقة الآن الساعة كذا عشان ما فيش حاجة اسمها ممثل يجي متأخر يجي عامل نخش يقول لك قول الكلام. الكوميديا جاية من ايه؟ من الموقف. يعني خلينا نرجع تاني لفيلم تاني مهم جدا 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 في مشوارك ويمكن باختلاف الأجيال محدش يقدر يكون يعني ما فيش اختلاف على الفيلم ده هو خلي بالك من زوز. من صعب. أجمل الأفلام اللي مرت على تاريخ السينما المصرية وليها معزه خاصه في قلبك كمان. سعاد يا حبيبتي ربنا حط في الانسانه دي حبه الشكل حب كل من مثل مع سعاد حسني حبها. انا بس عايز اقول لك هذا الفيلم خرج ثلاث نجوم. ثلاث نجوم الفيلم ده. لا الاستاذ حسين ده نجم من الاول وكلنا ممثلين وانا ومحي اسماعيل. لا ده خرج ثلاث نجوم اللي هم مين بقى؟ نمره واحد كان في مشهد بيني وبين صلاح السعداني وسعاد. هو صلاح السعداني يا استاذ كوس كان بالروايه؟ صلاح السعداني مثل معايا ثلاث ايام واحنا في الجامعه في مشهد فالاستاذ حسن الامام والكاميرات مرميه وكده فين صلاح؟ قالوا لا ده فين؟ ولد ماشي في الجامعه قالوا تعالى قالوا انا في مسرح الجامعه وكده عمل الدور. عارفه ده مين يا استاذه؟ لا. وجي المونتير بعد كده شال شغل صلاح السعداني بس في مشهد انا عارفه لما محي اسماعيل بيقول جمعاء القميص بتاع صلاح السعداني كان موجود انما صلاح صور معايا الحفله والبتاع والكلام من ده. مين الممثل ده؟ محمد متولي اللي بقى نجم بعد كده فعمل الدور. علاقتك بقى بسعاد حسني؟ سعاد قمر. حابين نعرف الكواليس. سعاد دي انا حبيتها شخصيا. انا على المستوى الشخصي حبيت سعاد حسني. حبيتها حب يعني؟ حبيتها جدا.
انسانه كانت كانت واحنا ماشيين تلاقي بتاع الذره تاكل ذره، بتاع الرصوص تجيب على الرصوص، في اخر الليل تقول لي بطني وجعاني. لا سعاد، سعاد الله يرحمها من جمالها حتى في رحلها لغايه النهارده. الناس شوفي 2001 لغايه النهارده كام سنه بنقول سعاد الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها الله يرحمها. خلينا بقى دلوقتي نروح لمحور تاني وهو الصور. حابين نتكلم عن يعني ذكرياتك ونشأتك وعيلتك وحضرتك من الأم الهانم والدتي حفيدة الأمير رجب أغا الكاشف. مين قرايبها؟ ولاد بنت عمة والدتي صلاح ذو الفقار وعز ومحمود ذو الفخار. ليه بقول لك الحكايه دي يا استاذه؟ والناحيه الثانيه والدي الله يرحمه كانت جدتي نبيه هانم أباظه، ودي ليها واقعة. وكمان والد حضرتك كان بيشتغل مباشره مع رئيس الراحل جمال عبد الناصر وانور السادات، والحرس بتاعه كان العقيد احمد برشدي اللي بقى وزير الداخليه. كان هذا الرجل اجمل رجل قابلته في حياتي. انور السادات تحيه ليه، برفع له القبعه، من الناس الجميله اللي يعني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. وكان طبعا اللي هو احمد رشدي الله يرحمه من اجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي. المهم فاللي عايز اقوله لحضرتك، لما تكون عيلتي كده الاباظيه والزلفريه ومع ذلك لم استغل ده ولن استغله. ولدرجه مره مخرج كمال الشامي الله يمسيه بالخير او جاب صلاح ذو الفقار ويبني في عمل الفراشه بتاع الدكتور رشاد رشدي، فبقيت اقول له يا بيه صلاح ما تقولش ان احنا ايه قرايب. لما جيت بعد كده العزا بتاع رشدي اباظه كان في عمر مكرم، فانا داخل خالي وجيه كان قاعد وجنبه عمر الحرير الله يرحمه وصلاح ناظم الله يرحمه، فداخل والدي الله يرحمه انا، فخالي وجيه خدني بالحضن، فصلاح ناظمي وعمر الحرير نفس واحد قال لي ده احنا بنعرفك بقالنا 25 سنه ما نعرفش ان انت اباظي. ليه؟ لان انا جدتي نبيه هانم اباظه ام والدي. كان في علاقه بينك وبين الفنان الراحل رشدي اباظه؟ حبيبي. ومع ذلك برضو بقول لحضرتك ما بحبش الوسط، ما طلبتش منه ولا دور ولا اي حاجه. ده انا كنت ببعد لا يمكن ولا هو حاول حتى ما اقول لحضرتك انا هم عارفين طبعي، انا غريب جدا، انا برج عقرب. ما يعني لا 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 لا. وما زلت بقول لك الفن لو فيه النهارده لما يجي يقول لك ايه واسطه، لا لا ما بيبان والجمهور بيحس. انت ليك اخ دكتور؟ انا ليا 4 اطباء. اكبر اطباء في مصر. كانت عايزاني ابقى دكتور وانا قبلت في كليه الطب على فكره لما اتخرجت. طب انا عايز اسالك سؤال، وما شاء الله يعني حابه اعرف منك السر ايه. قلت لي في الاول انه حضرتك مواليد الاربعينات، ولكن انا شايفه قدامي شاب صغير ما شاء الله روحه حلوه روحه جميله مقبل على الحياه. يعني انا مبسوطه جدا جدا بالقعده معاك. عايزك تدي نصيحه كده للشباب اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي، ايه سر شبابك وهم ممكن يعملوا ايه عشان دايما يبقى عندهم شغف وحب للي هم بيعملوه ويحبوا الحياه؟ اكيد المصالحه بينك وبين نفسك. حب نفسك، حب نفسك، المصالحه بينك وبين نفسك نمره واحد. نمره اتنين، الدين عندنا ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، دي القاعده. الصلاه العواميد، الزكاة والصوم والحج لما استطاع اليه، الثلاثه اعمل دي اعمل دي ودي. وبعد كده يا حبيبي الثلاثه التانيين ربنا عارفه دي نمر. انا اقول لك على حاجه، انا ما فيش فرض بيضبطني. بصلي وانا قاعد دلوقتي مثلا اوكي، بس اعمل ايه؟ اعمل مصالحه مع نفسك ومصالحه مع الخالق. اعمل اللي انت عايز تعمله كله، بس ربنا هيتوب عليك في الاخر. لو عملت لا اله الا الله محمد رسول الله وصليت والثلاثه دول اعملهم ما تعملهمش انت حر. بس اللي بيني وبينك بقى ربنا هيسهلها لك. اما تقولي لي ده نعمه من الخالق ودعوات والدتي في قبرها ليا، يا الله يرحمها الله يرحمها. ما ينفعش يبقى معانا الفنان قيس عبد الفتاح وما نتكلمش على العندليب. يا حليم، مجرد الكلام عن حليم يا استاذه في شجن. هتقولي لي ازاي يا قيس؟ هقول لك انا هتكلم عن حليم النهارده. عارفه كايه؟ كممثل. شوفي افلامه ال 16 من ساعه ما ابتدى معاه الاستاذ حسين رياض وفتوح نشاطي لغايه الجيل بتاعي لغايه الجيل اللي بعد كده اللي كان هيعمله. شوفي عبد الحليم حافظ الممثل. ليه بقول الكلام ده؟ طبعا حليم كمطرب انسي. طب انا هقول لك على واقع. التتر بتاع فيلم ابي فوق الشجره مش نازل على صور، كان فيه صوره واحنا في القناطر الخيريه انا وهو وميرفت امين وفاروق يوسف والكاميرا بتاع، فاروق كان دمه خفيف واحنا في المركب بيقول لحليم كذا،
فغنى حليم بصوته، اقسم بالله يا استاذه ما زال جرس صوت حليم في ودني غير كل التسجيلات اللي بسمعها. تعالي بقى من ناحيه التمثيل، المشهد اللي بينه وبين الاستاذ عماد حمدي وانا كنت موجود فيه وبيضربوا بالاقلام كذا، شوفي الرياكشن بتاع عبد الحليم وانا دارس الفن يعني انا مش بجامل حليم، لا شوف الرياكشن بتاع وشه في الاولاني والتاني والتالت وانا كنت في هذا المشهد. عملنا ابي فوق الشجر، كان يكلمني وياخدني ونروح مدرسه المشاغبين سنه 70. ايه الحدوته يا حليم؟ كان يروح الكواليس ويخش عند عادل وسعيد ويونس، حتى ما كانش بيخش اوضه احمد زكي. فبقول له ليه يا حليم؟ كان هيعمل فيلم لا وكان البطله نجلاء فتحي وانا هعمل اخوه، وكانوا الاصدقاء هيغني اغنيه في الفيلم الاصدقاء حائرون يتصورون حبيبتي من تكون. كان مين الاصدقاء بقى؟ هيكونوا عادل وسعيد ويونس، وده كان الجيل اللي بعد كده. فزي ما جاب حسن يوسف عايشه معايا في فيلم الخطايا اسبوع عشان يبقى اخوه، كان هو ده عبد الحليم حافظ. طب ليه ما كانش بيدخل عند احمد زكي الاوضه؟ لانه كان هيجيب الثلاثه دول هيبقوا اصدقائه في الفيلم وكان هيغني الاغنيه دي عشان يعيشهم في بتاع. كان حتى حاطين صور حليم في الاوضه. سنه 70 فوجئت تليفون الارضي بيرن، فلقيت حليم بيقول لي انت بقيت منتشر. كان ساعتها بيتزع لي رحله، مسلسل الرحله كان فيه زوزو ماضي، مجد الخطيب، محمود المليجي، الله على التلفزيون. فلما يبقى حليم بمناسبه بقول لك انت بقيت منتشر، دي شهاده باخدها جنب شهادتي اللي حصلت عليها في الستينات من معهد التمثيل، لما فنان كبير زي ده يقول لي انت بقيت منتشر. هقول لك على واقعه ثانيه. فوق احنا في استوديو النحاس، انا واقف سنه 68 واقف جنب حليم، وجي يوسف شاهين. فلما شافني جاي، كان يوسف شاهين جاي ليه؟ هيطمن على المخرج العبقري حسين كمال، لان حسين كان بيساعد يوسف، فجاي يطمن عليه. فاول ما شافني قال لي بقول لك ايه يا قيس، تعوم وتركب مش عارف ايه وبتاع. ام حليم قال له يعوم ايه ويعمل ايه؟ كان عايز يجيبني بطل. قال كان عندي مسرح بالليل سكان السطوح معايا امال زايد وعلي الغندور وبتاع. قال له قيس عنده مسرح بالليل. المهم يا ست الكل، بعد 40 سنه في العزة بتاع عبد الحي اديب في عمر مكرم، انا داخل وجاي ويوسف شاهين داخل ومسندينه، قال لي عدي عليا في المكتب يا قيس. قلت له بعد 45 سنة يا جو. قال لي 35 شارع شامبليون. ده كان يوسف شاهين. فلما أنا أكون عصرت يوسف شاهين وحسين كمال وعاطف سالم و و و أسامي عظيمة، أنا خارج مرة في الإذاعة، كان عندي تسجيل من 20 سنة، فأنا خارج فلقيت مطرب بيسلم عليا، مطرب صوته جميل قوي بس مش عارف راح فين. فخلاص بعد ما سلم عليا بشد ايدي، قال لي لا يا استاذ لا، دي مسكت ايد عبد الحليم حافظ. قلت له حياتك او عبد الوهاب وام كلثوم، عارفه مين المطرب ده؟ كان كويس اسمه طارق فؤاد. فين هو؟ اهو ده مثلا صوته كان حلو، انا مش لاقيه. عايزه اعرف منك سر شبابك ايه لغايه النهارده؟ حبي، عارفه، دعوات والدتي ورضا الخالق زي ما قلت لي بتاع، عارفه ايه المصالحه بيني وبين ذاتي، دي نمرة واحد. نمرة اتنين دعوات والدتي ورضاها عليا. فنان الكبير اللي امتعنا بادواره اللي عايشه معانا لغايه النهارده بنتفرج عليها لغايه النهارده، قيس عبد الفتاح، نورتنا في صباح الخير يا مصر، ومتشرفين بوجودك معانا، وان شاء الله نيجي تاني ونزورك تاني في اعمال جايه اكتر واكتر. كل الشكر ليك.